بأول صورة بنقدمها بشكل سريع، بس ده حال المصريين اللي هم في رباط إلى يوم الدين. محافظ الدقهلية موجود في افتتاح مسجد. الصورة اللي بنشوفها دلوقتي عشان نعرف دي مصر العظيمة، مصر المتحضرة، مصر. الصورة دي مش أول مرة كده. لو تفتكروا في ثورة 19 شفنا القساوسة لما دخلوا المسجد الأزهر، مش جديدة على البلد دي، بلد الحب، بلد السلام. هذه الصورة بنهديها لأعضاء مصر، نقول لهم اتعلموا الحب، اتعلموا السلام. وزير الأوقاف وعلى يمينه بيجلس المحافظ، محافظ دقهلية، بيقدم صورة للمواطنة اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا دي في خطبة الجمعة افتتح هذا المسجد، وساعة الصلاة المحافظ انصرف لخارج المسجد لحين انتهاء الصلاة.